طبعا السواقي هي كلمه ارتبطت بمحافظه الفيوم على مر التاريخ، وكان طبعا في الجزء الاخير او في الفتره الاخيره من القرن ال 18 والقرن ال 19 وبدايه القرن العشرين كان بيتم استخدام السواقي في ري الاراضي الزراعيه، وكانت فكرتها انها بتنقل المياه من المناطق المنخفضه الى المناطق المرتفعه. خلينا اقول انه هنا في سنتر مدينه الفيوم منطقه السواقي، يعني كان الاول في 1930 كان سجن عمومي ونقطه شرطه موجوده في هذه المنطقه، وبعد كده شمل التطوير علشان هتبقى تكون منطقه للجناين، وبعد كده شمالها التطوير علشان تكون منطقه للملاهي للعب الاطفال، وتبقى منطقه ملاهي موجوده فيها السواقي. القيادة التنفيذية في 2020 يعني وضعت رؤية لتطوير منطقة السواقي بالكامل، وخلينا أقول إن ده كان عن طريق طبعا مجموعة متخصصة من الاستشاريين ومكاتب استشارية متخصصة وكليات الهندسة والتخطيط العمراني في كليات في جامعات بنها والفيوم والقاهرة وعين شمس. وخلينا أقول إن ده كانت الرؤية علشان يبقى التطوير المنطقة بالكامل عشان يتواءم مع تطوير عواصم المحافظات وعواصم المدن، ومش بس في مصر ولكن في العالم بالكامل. نعم، وضعنا خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، وده اللي حصل بالفعل. وأيضا يعني كان شمل هذه الخطة طبعا الدراسات المرورية المختلفة، وده كان بالتعاون ما بين طبعا المكاتب الهندسية المختلفة وإدارة مرور الفيوم. خلينا أقول إن دلوقتي في العيد القومي لمحافظة الفيوم افتتحنا تطوير منطقة السواقي بالكامل، واللي بتشتمل على منطقة ترفيهية وبازار سياحي متكامل موجود مفتوح لأبناء المحافظة بالكامل، بيشتمل على منطقة للأحداث المختلفة ومسرح روماني و12 محل تجاري وبازار مختلف، وهيبقى موجود منطقة بالكامل لعرض الحرف والمنتجات اليدوية.